للمزيد حول ارتفاع معدل الفقر في العراق رغم موارد العراق الاقتصادية الكبيرة، ينضم إلينا عبر الهاتف من عمان الخبير الاقتصادي الدكتور صباح علو. دكتور صباح، بداية مرحبا بكم. بحسب التقارير الدولية، العراقيون من بين أكثر شعوب المنطقة فقرا رغم موارد بلادهم المتعددة. إلى ما ترجع هذه الحالة المعيشية الصعبة وهذا يعني معدلات الفقر المتزايدة التي يعيشها العراقيون؟ تحية لكم. حقيقة ما يحصل بالعراق يعتبر خارج إطار القوانين الطبيعية لوجود وصراع الطبقات في العالم كله، حيث أن كثيرا من دول العالم التي لا تمتلك الثروات التي يمتلكها العراق والتي تدر عليه إيرادات كبيرة جدا كما تفضلتم في تقريركم، حقيقة هناك فقر مطلق. هناك نسبة كبيرة جدا من العراقيين الذين يتجاوز أكثر من 16 مليون حقيقة هم يعيشون تحت خط الفقر، أي بمعنى أن يتقاضون أقل من 3 دولار في اليوم أو أقل من دولار ونصف في اليوم الواحد. والخطير جدا أن هناك تعطيل لأي شكل من أشكال فتح مجالات للإنتاج وتعويض ما يمكن منع استيراده من المواد من الخارج، حيث يمتلك الإمكانيات والبيئة والموارد والمواد الأولية أن تصنع في داخل العراق أو أن يتم عملية زراعتها في داخل العراق. ولكن سياسة الدولة والحكومات حقيقة منذ 2003 ولغاية اليوم اعتمدت منهجية خطيرة جدا، وهي أن الدولة ترعى المواطن دون أن تسمح له بأن يعكس إنتاجه كفرد أو كمجموعة أو كشركة أو كمنظمة أو مصنع أو معهد. دكتور صباح، كيف تنظر للموازنة، موازنة عام 2021 التي قدمتها حكومة الكاظمي، يعني بلغت 113 مليار دولار؟ يعني البعض ربما يتساءل ويقول هل يعني ممكن إيجاد في خطة الموازنة ما يمكن أن يرفع هذه المعاناة عن ملايين العراقيين الذين يعيشون تحت خط الفقر؟ من الصعب جدا أن نحكم على موازنة ليست مدروسة ولا تمتلك أي شكل من أشكال الأهداف، يقولون أنها إصلاحية ويعملون على زيادة عملية القروض ورهن الثروات للأجيال القادمة وتحميل الأجيال القادمة مأساة كبيرة جدا مستقبلية. هكذا أنا أرى الموازنة ل 2021 التي لم تتضح فيها أي شكل من أشكال حالات الاستثمار من حيث البنية التحتية للصحة، التعليم، مستويات المعيشة ورفعها. لا توجد أهداف محددة معينة، بل الموازنة لا تختلف عن موازنات سابقة، ما هي إلا عملية توزيع للتخصيصات المالية فقط دون وجود برنامج وأهداف من أجل تخفيض نسبة الفقر، تخفيض البطالة، رفع المستوى المعيشي للإنسان، التعليم، مستوى الصحة. هذه الجوانب غير موجودة، بينما لو تقارنها بموازنات لدول لا تتجاوز ميزانياتهم 20% من ميزانية العراق، نلاحظ هناك برنامج وأهداف وعمليات رقابة والهدف من رفع مستويات التعليم وغيره. هذا الجانب غير موجود، مفقود بالعراق. إذن هناك عملية حقيقة هادفة إلى وصول العراق إلى حالة من حالات التدهور على جميع المستويات. يعني الفقر سابقا كنا نحصره بأن هناك نقص كبير جدا في عمليات مقدرة الفرد على توفير حاجاته، لكن حاليا أصبح في العراق مركب
يعني الفقر مركب، حيث أصبح اقتصادي، سياسي، ثقافي، صحي، تعليمي. هذا هو الفقر الكارثي حقيقة، حيث أن مثال بسيط، الصحة تغطي خدمات الصحة 33% من سكان العراق. أي بمعنى 67% هم بدون خدمات صحية، ويقدر بحدود حوالي 26 مليون عراقي بدون رعاية صحية، ونحن في أزمة كارثية لكورونا، وما زال لغاية الآن هناك حالة تخبط في كيفية معالجة ومواجهة هذا الوباء. التعليم يستفيد في هذا القطاع من السكان فقط 60%، 40% وهو الذي ذكرتموه أن خط الفقر يحاول بحدود حوالي 16 مليون عراقي يفتقرون للخدمات التعليمية هؤلاء. كذلك أيضا المعيشة، يعني لو نأخذ مستوى المعيشة مع مقارنة بالدخل في الإجمالي السنوي المحلي، من المفترض سنويا يكون دخل الفرد يتجاوز 20,000 دولار، بينما 2019 قدر بحدود 5,900. إذن هناك خلل وبرمجة في إيجاد وخلق حالة التدمير للبنية التحتية، والموازنة لا تحمل أي أهداف حقيقية لخدمة الفرد العراقي. من عمان الخبير الاقتصادي الدكتور صباح علا، ونشكرك شكرا جزيلا.